ده سيادتك تقريبا كل مجموعه يعني كلها مش دايره واحده؟ لا كلها تبقى دايره واحده. ما هو بيقفل هنا سيادتك. يعني بتاع لا خروج الميه من كل اتنين مع بعض. ما انا بقول لك كل مجموعه مع بعضها. انا مش فني بس هو قفل وقفل. كل رفع او مطور بيبقى ليه يرفع مجموعه. يعني دي اسمها العلم نافوره ولا اسمها ايه؟ دي اسمه مجبور عندك ولا اسمه ايه؟ لا لا ده اسمها مسطره كلها علم علميه كده اسمها مسطره. اللي هي مجموعه اسمها مجموعه دي اسمها مسطره. لا بس هو شكل جديد للنوافير يعني انا ببقى على حسب الاختيار في اكتر من شكل. لا الشكل ده جميل. بالظبط سيادتك بالظبط 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 سيادتك على اساس يبقى كله في مستوى واحد كله يبقى في مستوى واحد سيادتك. ايوه ما فيديو هاوي يعني نظبط العمل معاك تبع احنا معاك ايه بنزل يوتيوب. شفت القناة؟ لما تروح بقى هتلاقي عم اروح البيت انزله ان شاء الله. طب النافورة اللي في النص انت تعملوها؟ هي هتبقى عباره عن ايه بقى؟ في حاجه عموديه عموديه برضو بلاستيك؟ حاجه زي كده.
بياضين بكش صدق بياضين انا شغل فريد الان علي من صباحة ربنا بكلمه ما مش عاوز يرد عليه. طيب ماشي. دي الاجزاء اللي هي الجزء ده اسمه ايه يا باشمهندس؟ اسعاره ولا ايه؟ مشترك صوره خلاص بتاع كده بقى صورنا والاعداد الاولى ميدان الهابلاند كما نشاهد هذه التجديدات انشاء النفورة الجديدة مواتير الرفع بص يا باشمهندس بس انا مدرس تعالى كده بص النبات ده انا اول مره اشوفه نبات صباري مع كل جزء من نبات
لا ده انا بوضح لحضرتك، والنخله دي المفروض طولها يبقى امتار، بيعمل لها عمليه تقزم. لا يعني ايه بيدخل، انت عارف زي ما احنا الوقت في اطفال انابيب، في نباتات انابيب يعني في بيلعب بالجينات بتاعه النباتات. يعني نبات صباري على زهر على كائن اكتر من نبات مع بعض. بصراحه اصلا موضوع الزهور ده، لا ده انا بديك مثال، هو في نخله احنا عمرنا شفنا نخله، النخله صغير بيقزم النبات، اسمها عمليه تقزيم النبات. المديريه بتاعتنا مديريه التربيه والتعليم.